في فيديو عملته قبل كده كان بعنوان أخيرا عرفت سبب موت الحمام المفاجئ، وهو كان السبب اللي بيموت الحمام الغلة أو القمح أو الذرة الأصفر، الغلة أو القمح أو الذرة الأصفر اللي هم محطوط عليهم بودرة بتاعة الحشرات يعني. في الفيديو ده كان جاني تعليق على الفيديو بيقول ينفع أغسل الكلفة لو إن هو شاكك إن فيها بودرة؟ هل ينفع يغسل الكلفة؟ في الفيديو ده هنرد على كل الحاجات دي. لو أنت عايز تغسل الكلفة، لو انت شكيت ان فيها بودرة تغسلها ازاي، وتغسل ايه وما تغسلش ايه، وازاي تضر الحمام لو غسلتها، وايه افضل طريقة لتأكيل الحمام لو انت شاكك ان هي فيها بودرة. تعال على طول نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. قبل ما نبدا الفيديو ارجوك اعمل لايك للفيديو، اللايك بتاع حضرتك بيفرق جدا، ما تستخسرش فينا اللايك. تعالى على طول اقول لك ايه اللي ممكن تغسله وايه اللي ممكن ما تغسلوش، وازاي يضر الحمام وازاي يفيد الحمام. حضرتك شايف الكلفه دي طبعا مش الكلفه اللي انا بستخدمها دايما باستمرار، بس انا حاطط عليها عيش، كسر عيش كده بسيط، وحاطط فيها قمح برضو علشان ايه، اقول لك ازاي. هل ينفع اغسل العلف ده؟ انا حاطط فيها عيش وحاطط فيها علف علشان برضو اقول لك هل ينفع اغسل العلف ده. طبعا لا، لو كلفة فيها علف كده يبقى مش هتنفع تغسلها. عايز تغسل الكلفة هات كل صنف لوحده واغسل الكلفة، بس ما تنفعش تغسل العلف، ما ينفعش تغسل العيش، خلاص يبقى العيش ما يتغسلش لان الحاجات دي هتبوش. كمان ايه تاني ما يتغسلش؟ العدس الاصفر، لو عدس اصفر برضو هيبوش منك، ما تغسلوش. طيب هغسل الكلفة بكميات كبيرة واخزنها ولا اعمل ايه؟ لا هقول لك، انا ما بحبش تخزين الكلفة المغسولة، لو خزنت الكلفة بعد ما غسلتها هتعفن مهما تكون انت نشفتها، مهما تحطها في الشمس هي مش هتنشف من الداخل، فهتكون فيها نسبة رطوبة، فهتبقى فيها عفن اللي هو اللي احنا بنقول عليه سموم فطرية، فهي هتضر الحمام اكتر من البودرة اللي هي اساسا في انت بتغسل علشان تنزل البودرة دي، هيكون العفن ده اخطر من البودرة اللي هي بتاعت الحشرات دي. امال اعمل ايه؟ هقول لك نعمل ازاي. احنا اتفقنا مش هنغسل العلف والعيش والعدس، الحبوب اللي هي الصحيحة بس، الصحيحة اغسلها، وبرضو نشفها على قد ما تقدر، او تغسل اليوم بيومه من غير تجفيف. هقول لك برضو لو انت هتجفف برضو اغسل بتاعت بكرة وسيبها تجف واكلها بكرة. لو ما انتش عايز تجفف يبقى هتجيب الكمية اللي انت عايزها بالظبط زي كده. انا هختبر في دي طبعا، مش هينفع نغسل دي زي ما قلنا عشان فيها الحاجات التانية دي، انا جايب دورة بس اهوت هغسله في المية واقول لك ازاي. هتغسل وتدعك وتعمل كل اللي انت عاوزه وتصفي المية. فلنفرض انت هتأكل الكمية دي، ما تغسلش اكتر من الكمية اللي انت عايزها بس. طبعا محتاج شمس واحنا في الشتاء ممكن ما تلاقيش الشمس، يبقى هتغسل اليوم بيومه من غير تجفيف، هتصفي المايه بتاعتها كده. بس لها شروط يا جماعه، برضو هقول لك لها شروط مهمه جدا اللي انا هقوله لسه جاي ده. خلاص يبقى احنا شيلنا منها كل حاجه وهنغسلها مره ونشطفها مره واثنين وثلاثه بالميه علشان ننزل منها اي بودره اللي احنا شاكين فيها ان هي فيها بودره. لكن الافضل ان انت تجيب كلفه نظيفه مش محتاجة غسيل، في كلفة بتكون متغربلة اصلا ما يكونش فيها اي بودرة، ما يكونش فيها اي سم من اللي هو بتاع الحشرات. انا غسلت الدورة ده زي ما حضراتكم شايفين لحد ما لقيت المية بتاعته اصبحت نظيفة وصفيته. طبعا هتشوف مصفى تصفي بيها، ما تخليش فيه مية كده، ولو فيه مية مش مشكلة طالما انت هتأكل على طول. لكن لو هتبيته، انا بقول لك هتبيته فيه مية هيعفن، اغسل اللي هيتاكل بس. العفن ده سموم يا جماعة، سموم، ومحدش يأكل العيش اللي فيه عفن، او لو لقيت العلف فيه عفن ما تأكلوش. العلف اللي هو بتاع الفراخ اللي هو اللي بنضيفه ده احيانا برضو بيكون مرتب ومعفن، ممنوع انك تأكل منه، ده اكتر حاجة بتضر الحمام، الحاجة الاكل المعفن. رغيف عيش تقول ده بايظ ومعفن اما هرسه واكله للحمام، لا، ده اللي بيموت الحمام، ده اللي بيموت الحمام. طيب ده هنعمل فيه ايه؟ ما ينفعش يبات، زي ما قلت لك بغسل الكميه بتاعت النهارده بس، هاخدها والحمام جعان احطها للحمام ياكلها. طبعا لازم تكون في حاجه نظيفه، ما ينفعش اجيبها احطها في الحاجات اللي هي مش نظيفه زي دي تلم، لان هي مبلوله فهتلم التراب وهتلم الامراض، ما ينفعش في حاجه زي دي.
هتلم الامراض. طبعا دي مغسوله لسه اهي، فانا عايز الحمام ياكلها ما يفضلش منها حبايه. اهم حاجه تعملها ان ما يفضلش منها حبايه، لو فضل منها حبايه الحمام هيمرض منك ويموت. اهم شيء تنتهي تماما قدامك وانت واقف، ده اللي انا عايزك تعمله. احنا عايزين نحافظ على حمامنا خصوصا في الفتره اللي جايه دي، الايام دي، الشهر ده والشهر اللي جاي، ايام اللي هي بنحصن فيها سلمونيلا والروشه. المرض ده بينتشر جدا هذه الايام، خد بالك. لو انت مريت بالتجربه دي قبل كده يبقى الافضل ان انت تحصن حمامك سلمونيلا وروشه في الفتره اللي احنا فيها دي، الشهر ده والشهر اللي جاي. اهو شايفين بعد الحمام ما اكل ما خلاش فيها ولا حبايه، ده اللي احنا عايزينه. ما ينفعش حبايه تبات الحمام ياكلها تلم تراب يجيله امراض، او تعفن ويجيله امراض. يبقى زي ما انت شايف كده الحمام كل الكلفه بالكامل، ما بقاش منها ولا حبايه. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هندبح نص الحمام اللي ملوش لازمه ده. شوف حضرتك هنا حوالي لو قلت لك 40 جوز حمام من الزاجل ده، ويعني مش عارف انا هو متلخبط فيهم، تحس يمكن العشرة فيهم شغالين صح والباقي حمام كبير في السن، لان طبعا ما كنتش ببيع حمام شغال، ما ينفعش ادي لحد الحمام اللي هو كبير في السن حتى. فالفترة الجاية دي ان شاء الله هندبح الحمام اللي هو كبر في السن ده، وندبح الحاجات اللي هي مستوياتها تعبانة هندبحها برضو، وهحاول ان انا ادخل سلكات. ليه هحاول ادخل سلكات؟ علشان احاول اوفر في الكلفه، لان زي ما قلت لحضرتك الجوز القص اللي في سلاكه زي كده انت عارف ان القص ده بيطلع ايه او ما بينتجش، او بينتج او ما بينتجش، بتبقى عارف. لكن في السايب زي كده ممكن تتلخبط في الحمام، مش هتعرف تحكم مين اللي انتج ومين اللي ما بينتجش، فهيكون اهدار للكلفه. فطبعا الكلفه غاليه، فاحنا هنحاول نوفرها في الايام اللي جايه دي. هنبدا ان شاء الله نشتري سلكه بسلكه كده، بس طبعا انا كنت عامل دول خشب، لكن اسعار الخشب بقت يعني ما شاء الله في السحاب، فحاول اشتري واحده حديد برضو ونجرب الحديد زي ما جربنا الخشب، ونبقى نشوف انهي احسن، الحديد ولا الخشب. وان شاء الله برضو زي ما قلت لك نحاول واحده واحده كده علشان نحاول نوفر في الكلفه. السلاكه هتوفر معايا في الكلفه، انا عارف الكلام ده كويس، لان انا مجرب السلكات دي، بقدر احط القص الواحد الكمية الاكل اللي انا عارفها. الفرد بياخد زي ما قلت لك قبل كده قبضة ايد بالشكل ده، يعني حوالي 35 جرام كلفة بالظبط كده، ما بزودش عن كده. لو معاه زغليل صغيرة بنديله واحدة كمان، لو معاه زغليل كبيرة يبقى بنديله لكل زغلول قبضة زيه زي الفرد الكبير لو معاه زغليل كبيرة. بالشكل ده بنقدر نتحكم ان مفيش اكل يفيد قدام الحمام. كمان بتقدر تتحكم ان مفيش قص غير منتج موجود عندك، يعني كل الحمام ده يا جماعة، ومش هقول لك يمكن اكتر من نصه مش شغال، الحمام ده والحمام اللي هنا فوق ده بسم الله ما شاء الله، يعني برضو مش الانتاج اللي هو بتاع الحمام ده. الحمام ده لو شغال اخد منه كمية كبيرة جدا في الفترة الجاية دي، هخف كل الحمام ده ان شاء الله، واركز على السلكات، واركز على كام قص كده شغالين اسيبهم في الارضيه برضو يلمهم الاكل اللي بيقع والكلام ده. استناني في الفيديو الجاي، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.